السلام عليكم. طبعا بشكر حضراتكم و يعني شكرا للدعوة الكريمة منكم. يمكن أنا نوعا ما مستغرب وجودي بين تأهيل كوني طبيب جراح، لكن دكتور جلال فتح المجال أنه نتكلم نوعا ما عن بعض الأمور الجراحية اللي تهم كل العالم، كل الناس، خاصة أكو بعض الأمور اللي مو ممكن معالجتها بالطرق التقليدية الاعتيادية. أنا إمبلانتولوجيست، يعني تقريبا خبرة 20 سنة أو أكثر. حقيقة تمر بحالات معقدة جدا ما ممكن علاجها بالطرق الاعتيادية كإمبلانتولوجي، فحبيت أتكلم عن موضوع مهم جدا أنه هو معالجة هاي الكيسات with pterygoid implant and zygomatic implant. يعني احنا كترابط ما بين تي ام جي وذ اوكلوجن، ومثل ما شرحوا الاساتذه قبلي موضوع التي ام جي بروبلمز، فاكيد الاوكلوجن هو واحد من اهم الامور في التي ام جي. فاذا كان المريض ما عنده تيث، ما عنده اسنان، اكيد راح يواجه صعوبه كبيره في معالجة التي ام جي، او الماندبل راح يكون في بوزيشن خاطئ وبالتالي راح يسبب له مشاكل عديدة. حقيقة انا يعني راح اتكلم بشكل مختصر جدا عن الامبلانت كون معظم الموجودين مو دنتست. راح اتكلم عن التيث with severe atrophy in the mouth with resorption of the maxilla and mandible. فشون نعوض الأسنان المفقودة عندهم. patient with severe resorption cannot be treated as a normal patient with maybe implant طبيعي. معظم الكيسات كانت سابقا تم معالجتها عن طريق ال complete denture، لكن مثل ما تعرفون هذا مو حل، يعتبر final treatment. كان عندنا حلول اخرى مثل الخوري تكنيك او البلوك جرافت، ممكن نسحب جرافت من ريبس، من الهيبس او من الماندبل في بعض الاحيان. بعدها بدينا نحاول نعالج بطريقه الساينس ليفتنج بوجود السينثيتيك بون، فنقدر انه نعالج الساينس برفع الساينس ومعالجته كامبلانتولوجيست. لكن بالاونه الاخيره بدينا نستخدم الاول ان فور، نخلي اربع امبلانتات ونستخدمه ك كومبليت ماوث ريهابيليتيشن. واخيرا الموضوع اللي راح اتكلم عنه هو الزايجوماتيك امبلانت والتريجويد امبلانت. Why we need pterygoid implant؟ مثل ما شرحت، after extraction the sinus, maxillary sinus will be enlarged and the occupation of the jaw, the bone will be decreased. فيصير عندنا difficulty to restore the implant. Like this case, we have to treat it with pterygoid implant. تريجويد امبلانت ممكن انه تكون ببساطة at the maxillary tuberosity with the degree as shown، تقريبا 45 إلى 55 درجة، فنخليها بالتريجويد بون. طبعا the advantage، من أهم الأدفانتج انه هي تغنينا عن الساينس جرافتنج أو الساينس ليفتنج. No longer require cantilever مثل ما حكينا بالall in four. طبعا التريجويد او الميديال تريجويد بون هو كلش solid bone، فبالتالي راح يعطينا immediate loading، ممكن انه نحمل الزرعه مباشره
أثناء الجراحة بعد الجراحة مباشرة. وطبعا احنا بهاي الحالة اللي شفتوها قبل قليل وبعض الحالات نستخدم السنجل بيس امبلانت، فبالتالي راح يكون عندنا بروسيجر اسهل، مينيمال انفيزيف ونو بليدنج نو فير نو سويلنج، تنطينا ادفانتج كلش هواية، المريض يطلع من يمنا كلش مرتاح، ما عنده الم ما عنده مشاكل، واكيد نسبه السكسس مالها كلش عالي. طبعا هي ما توصل 100%، لكن بالنسبه للريسيرش اللي اشتغلنا عليها ما صار عندنا ولا كيس فيلر، لكن اكيد اكو بعض الكيسات الفيلر في مناطق اخرى من العالم. طبعا التريجويد لوحدها ممكن ان تشتغل، لازم وجود انذر امبلانت، اكيد ممكن نستخدمها with zygomatic implant، واحيانا نستخدمها with anterior implant بالمنطقه الـ anterior area of the maxilla. يعني in comparison ما بين الـ pterygoid implant وما بين الـ sinus lifting، أكيد الـ pterygoid مثل ما حكينا قبل شوية إنه هي ممكن أن نسوي immediate load، فبالتالي راح يكون التايم كلش أقل والكوست أيضا أقل، لأنه المريض راح يتعرض لسيرجري وحدة وعمل واحد. نحافظ على الساينس، لأن الساينس بعض الأحيان يصير عندنا ساينسايتس، مشاكل الساينس كلش كبيرة، فبالتالي ممكن أنه نتخلص من هذا الموضوع. وأكيد قلنا ممكن أن نربطها with zygoma with another implant، و pterygoid implant تكون anchor in cortical bone، فبالتالي راح تنطينا primary stability كلش قوية. surgical technique طبعا يعني first of all قبل ما نحكي عن السيرجري أكيد لازم تحتاج pre-surgery، لازم يكون عندنا السيرجيكال جايد وعندنا الدايكوم ايضا والـ STL file. ممكن انه نحضر على سيرجيكال جايد عن طريق الـ STL و CBCT، نحصل على يعني direction of the implant very important، لانه كثير من الحالات اذا اخطأنا بالposition مال implant ممكن يسبب لنا مشاكل، لانه احنا كسيرجن الاختلاف البسيط ممكن انه يضرب لنا فد another vital structure. اكيد هي تكون بمنطقه الويزدم توث، الانجل مالتها مثل ما حكينا راح تكون 45 الى 55 درجه، اللينث مالتها راح يكون ما بين 16 الى 26 مليم، الزرعه طويله نوعا ما، لكن يعني مو بطول زيجوماتيك امبلانت، طبعا الزيجوماتيك اطول. زين، واكيد تكون سيلف تابينج، يعني الزرعه تكون سيلف ثريدز او اجريسيف ثريدز، بالتالي ممكن انه تخترق العظم مال ميديا تريجويد بدون ان نحتاج الى اكسترا فورس وبدون ان نسبب لنا فراكتشر للميديا تريجويد بون. مثل ما حكيت لكم قبل شوية أنه مو كل الأطباء ممكن أن يشتغلوها، ولا ممكن كل السيرجن أن يشتغل التريجويد إمبلانت، وإن كانت هي كسيرجري نوعا ما سهلة وما بها ذات ديفيكولتي مثل ما راح أحكي عن الزيجوماتيك إمبلانت، لكن تبقى التريجويد في بوزيشن وفي صعوبة أنه تشتغل بدون أن يكون عندك إكسبيرينس. اكيد قلنا اذا كانت سنجل بيس او وان امبلانت راح تكون مينيمال انفيزيف لابليس اندر لوكال انستيزيا، ونشتغلها في منطقه التيوبرسيتي وتوصل لحد التريجويد بون. هذه واحد من الكيسات اللي اشتغلناها اللي هي فول ارج بيشنت missing of upper maxilla. We start with implant for the posterior region. Well, this is the final prosthesis for him. نمشي سريعا على الزيجوماتيك implant حتى نلحق على الوقت. الزيجوماتيك implant نوعا ما difficult أكثر، بها experience اكثر وتحتاج الى خبره اكثر. الصعوبه مالتها يعني this is the case which is interested in
دنيا محمود كانت رجعتني من مدينة ديالى مسوية، هي عندها كانسر، فجماعة شباب يعني خارج العراق اشتغلوا لها ماكزيلكتومي، رفعوا الماكزيلا بشكل كامل، وهي طبعا شابة لا تزال يعني نهاية العشرينات، فبالتالي طالبت بزيجوماتيك إمبلانت أو طالبت بإمبلانت فور هير ماوث. كان من المستحيل أنه نشتغلها إمبلانت اعتيادية بسبب أنه أصلا ما عندنا ماكزيلا، فقررت أنه أشتغلها الزيجوماتيك إمبلانت. طبعا التكنيك سوينا احنا التحوير عن البرين مارك اللي هو الأوريجينال تكنيك فور بريزرفيشن أند ليفتينج أوف ذا سنايديدم برين. عندنا الانترا ساينس مثل ما تلاحظون والاكسترا ساينس بالصوره الاولى والصوره الثانيه. عاده نحن نفضل الاكسترا ساينس لانه مور سيفر بات اتس مور ديفيكالت تو دو. اكيد راح نوصل لحد الزيجوما او الزيجوماتيك بيتراس بون، تكون الزرعه اكسترا لونج، فبالتالي يعني ديفيكالت تكون منطقة البايكاسبيد تيث، وأكيد go inside or next to the sinus. أكيد إحنا نفضل next to the sinus. زيجوما much solid than the upper jaw. يعني أكيد السيرجن ما راح يشتغل، راح تكون الزرعة بالبداية راح تكون كلش soft bone، ولحد ما يوصل الزيجوما راح يكون عنده كلش hard bone، فلازم يكون متنبه. اكيد احنا عندنا اذا واحد او اثنين زيجوما ممكن انه نكمل عليها فول ارج، يعني نتحمل الاسنان كلها عليها، لانه الزيجوما تقريبا تعادل 4 زرعات اعتياديه بما يقارب. مثل ما قلت لكم انه لازم ان يكون عندنا سكيل كلش قوي حتى نقدر انه نشتغل الزيجوما، فبالتالي الطبيب يشتغل تريننج على سكيل خارجيه ويبدي يتدرب على الانسيرشن اوف ذا امبلانت بيفور وي ستارت تو دو ات اون ذا بيشنت ماوث. نحتاج الى سيرجيكال جايد او التحضير للعمل. ممكن نسوي عن طريق السي بي سي تي والاس تي ال فايل، نعطي تقرير كامل عن البوزيشن اوف ذا امبلانت and the point of insertion and point of extraction of the implant. This is the surgical guide. الصورة على اليسار تحدد إن بالتحديد أو بشيء لا يقبل الخطأ ولو لدرجة واحدة أو لدرجتين، لأنه الخطأ ممكن أن يسبب لنا إلى مشكلة كلش يعني معقدة وإحنا في غنى عنها. This is our team. طبعا عندنا الجنرال انستيتيز دكتوره زينة ودكتور احمد دكتور محمد والعديد من الاطباء اللي كانوا with my team. طبعا الادفانتج اكيد راح نتجنب sinus lifting و immediate loading. التايم اكيد راح يكون اقل، ممكن نستخدمها all in form، و زيجوما طبعا كلش زرعة قوية ومقاومتها كلش عالية. This is the surgery. Open a wide flap. راح نبدي من البليتال سايد ونسوي ريفلكشن للفلاب to the side of the maxillary sinus. Then we can do it with مثل ما حكيت لكم with the surgical guide. ممكن طبعا ممكن الطبيب الاكسبيرينس ممكن انه يعني يشتغلها بدون جايد، لكن راح تكون مغامره نوعا ما. أكيد الزرعة راح يكون طولها ما بين 42 مليمتر إلى 55 مليمتر، فبالتالي زرعة طويلة جدا وتكون قريبة من الأوربت، فموضوعها يعني بنوعا ما خطورة بالنسبة للطبيب أنه يشتغلها بدون أن يكون خبرة. الزرعة تكون بايكورتيك، يعني تدخل من البيتراس بون وتخرج من البيتراس بون ايضا، يعني ما تكون داخل البيتراس، لازم يكون ثريدز او تو ثريدز خارج البيتراس بون على مود تنطينا استيبلتي اقوى. This is the CBCT after the insertion of the implant. اكيد طبعا الطبيب لازم انه يشيك الزرعه مالته،
لأنه بها مشاكل مثل ما حكيت لكم، فلازم وراء التريتمنت ممكن أنه ناخذ سي بي سي تي نتأكد أنه الزرعات مالنا بالبوزيشن الصحيح يلا يطلع المريض. نحتاج إلى مالتي يونت أبارتمنت. طبعا سابقا كانت هذه الخاصية غير متواجدة بالإمبلانت، لأنه كان يصير عندنا مشاكل أنه الزرعة راح تكون بالبليت، فبالتالي البليتل أو الكلوزل تيبل راح يصغر عندنا، راح يقل عندنا المساحة للأكلوجين مال المريض. لكن بوجود المالتي يونت أبارتمنت قدرنا أنه نحصل على أنجل مال أبارتمنت كلش عالية، ونحصل على أكلوجين أفضل. طبعا اكيد احنا نستخدم الدريل نمبر 1 و يعني فور ذا برايمري اند فور فاينل فاينلايزيشن اوف ذا بريبريشن. قليل ما نستخدم الدريل نمبر 2 او نمبر 3 الا اذا كان البون عندنا دي 1، فذاك الوقت راح نستخدم الدريلات الثانيه، لكن معظم الحالات تمشي بالدريل نمبر 1 فقط. بالبدايه احنا نسوي فيد سلوت بالسايد اوف ذا ماكسيلري ساينس، ما ندخل مباشره لحد ما راح نوصل للبيتروس اوف ذا زايغوما. ذاك الوقت راح نبدي نستخدم ستريت هاند بيس غالبا، ونحفر الزايغوما بزاويه تكون نوعا ما بعيده عن الاوربت، ونبدي نستخدم الانسيرشن اوف ذا امبلانت غالبا باي ستريت هاند بيس. This is the case before. مثل ما تلاحظون our antral communication she has lost all the maxilla before تقريبا 4 سنوات بسبب الماكسيلكتومي بسبب الكانسر. This is the case after 1 week and this is the case after 2 weeks. We can finish with full fixed prosthesis in a time which is less than she expected. This is the final case. This is the occlusion of her. طبعا الريسك مثل ما يعني حكينا انه ماكو شيء 100%، لكن نسبة النجاح مال الزرعة كلش عالية، توصل إلى 94 أو 95% نسبة النجاح مالتها. لكن الريسك الخطير اللي هو معظم شو اسمه مسجلين هي الاوربت يعني انجري، او ممكن انه ندخل الى الاوربت بسبب قرب الزايغوما من وجود الاوربت. اهم ال اوكي اهم المشاكل اللي نحصلها طبعا اكيد بليدنج، بور برايمري ستابيليتي، ممكن يصير عندنا فراكتشر اوف ذا زايغوما، هيماتوما او امبلانت فراكتشر. معظم الاحيان يصير عندنا بين باراسيزيا نومنيس، واخطر شيء انه انترانس اوف ذا اوربت. بعض الاحيان يصير عند البيشنت يعني مثل التاتش بين، يعني خاصه الميل من يزين لحيته يصير عنده بين بهاي المنطقه، او من يغسل وجهه يصير عنده بين بالخد من الخارج. احيانا يصير عندنا ألسر انترا اورال او اكسترا اورال ألسر، هذه اكيد راح تحتاج الى بوست اوبريتيف تريتمنت. اوكي طبعا الشيء الاخطر حكينا انه هو يصير عندنا انجري اوف ذا اوربت اذا كان الطبيب نون اكسبيرينس. يعني هاي بس اللحظه الاخيره انه هي الكومبليكيشن في حاله طبعا هي باوروبا وبالتحديد بالسويد، صار عنده كوميونيكيشن فبالتالي صار عنده انجري اوف ذا اوربت. شكرا لكم. ممكن اسال حضرتك حاجه؟ لو حصل ميجريشن للامبلانت ايه اللي ممكن نعمله؟ هو دكتور مستحيل انه يصير ميجريشن. الامبلانت يعني هي بتدخل بزيجوماتيك بيتروس، يعني بيتروس بون هو عظم كورتيكال كلش ريجيد كلش قوي، فبالتالي الانترانس مالها يعني يكون من اول ثانيه يكون بقوه، وممكن من اول ثواني الوضع الزرعه ممكن ان احملها مباشره لانه هي راح تكون ريجيد كلش. بعض الحالات الحديثه بدنا نستخدم تو امبلانت ان زايغوما،
بهالحالة أنا أستغني عن كل الماوث، يعني أنا إذا خليت two implant راح يكون عندي كلش يعني two implant from right two implant to the left، أقدر أخلي عليها full set of teeth on this four implant. شكرا لك.